شفنا معاكم الحياة في شمال سيناء، الأطفال بيتمرجحوا ومبسوطين وبيحتفلوا أيضا بشم النسيم، وخاصة أبناء الشهداء. نروح لفقرة هموم الشارع، وزي ما عودنا حضراتكم ان احنا دايما بنحاول نتابع اي مشاكل للمواطنين. المشكلة ديت هي مأساة عم بدر عبد الفتاح احمد. مشكلته ان هو عايش برئة واحدة، وايضا مصاب بتليف في الكبد، بالإضافة إلى أنه هو عايش في غرفة صغيرة في البدروم، وبتتراكم عليه ديون إيجار الغرفة اللي عايش فيها، وأيضا فواتير الكهرباء، ومش لاقي علاج. نشوف التقرير ده، وياريت لو أي حد عاوز يساعده يتصل بينا. مشكلتي ان انا بقى دلوقتي كام سنه من الشارع، ما فيش شغل، وداخل معاش بتاع والدي بان انا مريض وغير قادر، فبيدوني دلوقتي 451 75، ما بيكفونيش. ساكن ب 200 جنيه، عندي طبعا ميه على الرئه، ما بقدرش لو ما بذلتش اتعب، ما اقدرش امشي لوحدي، محرج على الدكاتره، ما يطلعش سلم، ما بروحش العياده، ونظري طبعا عامل عمليه في عيني، ولسه التانية ما عملتهاش، ومراتي كانت بتشتغل مؤاخذه في شقه طباخه، مش قادر دلوقتي، اهي جايبه علاج برضه، ومطلوب منها اشعه رنين على الركبه، مش عارفين نعملها، لانها ب 800 جنيه. انا قاعد في الشقه ابص الرطوبه وراكي وورا حضرتك شقوق، الحي جه كان هيشرك البيت عشان في بانوا دور فوق مخالف. سيادتك لو بصيت هتلاقي البلاط، مفيش بلاط، وفي اسمنت فائت من الصرف الصحي، صاحب البيت مش عايز يعمله وعايز يطلعني عشان اجره مخزن، فهتم في الشارع انا والست بتاعتي، حتى مش عايز اوضتين زي دول، حتى لو اوضه وصاله. عايز كشك عشان اكل منه عيش يساعدني على المعيشه مع المعاش، نفسي حتى اطلع اي عمره واموت هناك ازور سيدنا محمد بس. املنا في ربنا كبير انه ان شاء الله هنلاقي حد يساعد عم بدر ويحقق له امنيته ويطلع العمره ويرجع ان شاء الله بألف سلامه.